يقول لي سوي فيديو جديدة اليوم. عندي على البلاتفورم سميتها موبوكس. البلاتفورم الاخوان فيها واحد المجموعة ديال الجيمز فين تقدر تمايني ولا الان بوكس ديال الكوين ديال الجيم. غنفوكسي على هاد الجيم الاخوان اللي سميتها مومو فارمر. هي اللي دويو عليها العزاوة. ف هي علاش ندوي، ولكن قبل الاخوان بغيت نوري لكم واحد اللعيبة اللي بصراحة فقساتني والله شتا هي دابا. كنت تشوف معايا الاخوان 66% ديال البنادم تيشوف لي فيديو وما ابونيش، ولكن الاخوان اللي فاجئني انا هو انهم تيشوفوا لي فيديو اكثر من الناس اللي مابونين. فالسؤال ديالي ليهم زعما علاش ما تابوناش؟ ف هادشي الاخوان راه في واحد لي فور كبير ربما ما تشوفوش نتوما، ولكن راه تنجي الفيديو تيخصني نعاودها 90000 مره. كنت تشوفوا هنايا انت 24 27 ثانيه 35 زعما تياخد ليا هادشي الاخوان واحد الوقت طويل. انا هادشي ما رابح منو والو. كنت تشوف راه عندي 400 ابوني ما عندي والو. الو السؤال ديالي علاش هاد الناس ما تابوناش؟ تيبان ليا زعما اللي ما ابونيش الاخوان يا بالطبيعه تابونا، راه زعما طاش ما ديال الفيديوهات باش نوصلوا لهاديك الفيديو اللي مفهومه شويه. انا عارف انه راه زعما ماشي بارفي، عارف انه بزاف الحوايج تنقولو ما مفهوميش، ولكن راه تيسولوني شويه في البريفي تنجاوب كلشي. ما عمرني ما جاو زعما شي واحد خليتهم معلق ما جاوبتوش. فهادشي اللي كاين الاخوان هادشي تعصب واحد شويه. غادي ندوزو للفيديو ديالنا. غنشوفو مومو فارمر اللعيبات باش نقول لكم الاخوان واحد اللي قبل ما نبدا. غادي نشوف واحد السيمانه ولا جوج لاشين كاع تمشي بالي داكشي تحسن شويه. غنكونتيني بالي زعما ما تبدل والو، باقي داكشي مستقني. راه غادي نمشي نشري فيديوهات الاخوان بلونغلي وغادي نضرب فيوز وديزابوني ايزي، زعما ماشي شي حاجه صعيبه. فانا تنقول زعما الفيديو ديالي يكونوا خوتي المغاربه وخواتاتي المغربيات باش نفيدوا بعضياتنا. سينو راه كنت تشوف نقدر ندير فيديوهات بالعربيه الفصحى، هادشي كله باش نديرو بغيت ندير انا المسائل ديالي للمغاربه، ولا كانوا زعما شي وحدين مثلا نورد افريك تيفهمونا حتى هما راه يشوفوا الفيديوهات. سينو الاخوان راه كي قلت لكم غادي نشوف داكشي باقي مستقني، غادي ندير فيديوهات بلونغلي وصافي. نبداو الفيديو ديالنا اللعيبات ديالنا، واخا هادشي بصراحة تيعصب. كي تشوفو هنايا غادي خصك اللعيبة الاخوان باش نشرح القضية كيفاش تتستاكي كوينز. تجي لهنايا تتقدا واحد الكي، ممكن تقدا منو ولكن من الاحسن تبدا بوالو باش توصل لشي حاجة احسن، باش ما تحط والو ديال نفسك. هاد اللعيبة الاخوان راه فري تو وين، زعما فري تو ايرن، ما تحط شي ريال. تقبض الانبوكس تبيعو ولا تقدا به هاد الكي. هاد الكي تجي به لهنايا، تحل به هاد الكوفر هذا الاخوان. كي قلت لكم غتكون ستاكيتي نتا واحد المدة 50% 50% ديال الانبوكس و بي ان بي. غادي تعطيك هنا الانبوكس تشوف الريوردز، هادوك الانبوكس تقبلهم تبيعهم ولا المهم تجيب لهم شي لعيبة باش تشد هاد الميستري بوكس. لا تحلهم بكي اللي غادي تقداه، من الاحسن بالفلوس ديال الستاك ديالك باش ما تضيع والو. الكوفر يقدر تحل لكم فيه مومو، سميتو مومو الاخوان، كومن ان كومن يونيك ولا غاغ ولا ايبيك. انت وزهرك يقدر يتاح لك شي واحد من هادو. ممكن الاخوان تمشي تقدا من الشوب تيبيعوهم ديريكت وتجي تحطهم يمايونيو ليك زعما، ولكن تنقول لكم انه التكنيك تبدا من زيرو وتوصل لشي حاجه. ابستاك ابخي تجي لنا الاخوان فاش تقبض المومو ديالك تلقاهم هنايا، غتلقاهم هنا تيمايني وليك اللعيبات و تيقول لك شحال غتعطيوك في النهار. فهمتوني اللعيبات و هاد البارتي الاخوان هنايا كل واحد عندو هاد لاش باور ديالو. تشوفو هنا هاد اللعيبة تنظن مصحيحاش والله اعلم، تنتمنى شي واحد يكون فيرمي ليا في لي كومونتير. هادا تنظن انه كومنت تيدخل 10 في النهار، جاتني كتيرة بزاف بحكم انه زعما الانبوكس ديال 6 دولار، ولكن تيدخل زعما هادشي كله في النهار تبان ليا راه فانوا على الاخوان. هنايا كاين هاد اللعيبة الكوفرة دوينا عليها. فهادشي اللي كاين الاخوان في هذا الفيديو. كنت ندير فيديو طويله ولكن بصراحه درت ديك الانترو تعصبت. عاد نرمي الفيديو بحال هكا الاخوان خصكم تشوفوا هذا الشيء. هذا هادشي اللي كاين الاخوان، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله الا كان زعما المورال واللعيبات. بيس اللي زاو.